إذن هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان، نجدد ونرحب بكم مرة أخرى مع انطلاقة الشوط الحادي عشر في تعداد أشواط هذا الصباح، وهو المخصص للجعدان المحليات الأصايل لسن اللقاية. والمسافة الحاضرة في هذا الصباح هي 5 كيلومترات، مع تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح في هذه المشاركة التي نتابعها، وإياكم جميعا على أرضية هذا الميدان. ينطلق هذا الشوط ونذهب إلى الصدارة ونرصد المقدمة والمركز الأول السمحة على مقدمة الشوط، ومع البداية الأولى يتقدم على المركز الأول في هذا الحضور لسيف بن عبد الله بن سعيد آل التبي على المقدمة والصدارة هناك في هذه اللحظات. وهنا داحس على البداية لمحمد بن خالد بن سالم بن ضحي آل كعبي من يقدم لنا داحس على الصدارة وبداية هذا الشوط مع أول المنطلقين في المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك القدوم والوصول على ثاني المراكز في هذه الانطلاقة، والاندفاعات القوية الواصل على ثاني المراكز اللي هو شاهين محمد بن سالم بن سعيد آل التبي، يأتي ثانيا بوصول شاهين الذي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هذا هو ورسان محمد بن مبارك بن سيف الافتبي يتقدم مع المركز الثالث، وفي رابع المراكز مصفوط ليعروف بن صغير بن مرخان آل افتبي على المركز الثالث، وفي رابع المراكز السمح لسيف بن عبد الله بن سعيد بن سالم آل افتبي القادم على رابع أو في خامس المراكز في هذه الانطلاقة المثيرة. المركز السادس وصل راسي لراشد بن خلفان بن جرش الافتبي هناك على المركز السادس، وفي سابع المراكز يتقدم نهاب لعبيد بن سالم بن حمد الحافري على سابع الاسماء، وفي المركز الثامن يتقدم مخلاب لحمود بن محمد بن علي بن حمود الافتبي على المركز التاسع في هذا التواصل والتحدي الجميل. وفي المركز العاشر اختتم النتيجة مع وصول وتقدم الزود لسلطان بن خميس بالصوف آل افتبي المتواجد على المركز العاشر في هذه المتابعة والانطلاقة لهذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط المنطلق. نعود إلى البداية، نعود إلى التقدم على المركز الأول. هناك بداية هذا الشوط باسم شاهين على المركز الأول لمحمد بن سالم بن سعيد الافتبي يدفع بهذا الشعار ويواصل الأداء ويواصل التحدي حتى هذه اللحظة على المركز الأول متقدم الجميع على بداية هذا الشوط. ها هنا الآن شاهين مع المركز الأول محمد بن سالم بن سعيد آل افتبي يتقدم مع المركز الأول في هذه المنافسة، ومن الطرف الآخر الحضور والقدوم وصل رازي لراشد بن خلفاء بن جرش الافتبي القادم مع المركز الثاني في هذه اللحظات، وفي المركز الثالث النقلة إلى شعار بن ضحي مع اللي هو داحس محمد بن خالد بن سالم بن ضحي الكعبي القادم مع المركز الثالث في هذا الشوط، وفي المركز الرابع الحامل الرقم 4 السمحة سيف بن عبد الله بن سعيد بن سالم الافتبي
هو على المركز الرابع، وفي المركز الخامس ورسان محمد بن مبارك بن سيف الكزيع الكتبي على المركز الخامس، وفي سادس المراكز ايضا وصل شعار بن مرخان مع مصبوط يعروف بن صير بن مرخان الكتبي في سادس الحاضرين وسادس المنطلقين في هذا الشوط. المركز السابع نهاب شعار الحافري عبيد بن سالم بن حمد الحافري على المركز السابع في هذه اللحظات، وفي المركز الثامن أشوف من القادم على ثامن المراكز والمنطلق أيضا بهذا الشعار وبهذا الاسم وصل الواعي مهير بن سالم المسحار الكتبي القادم مع الواعي في هذه الانطلاقة المتميزة. ولكن نعود إلى شعار الخاصوني مع المركز الأول، وغير شعار بن جرش إلى مقدمة هذا الشوط، ومع أول المراكز مع أول المراكز رازي رازي على المركز الأول وبداية الشوط، وداحس يتحرك أيضا في هذا الانطلاق لمحمد بن خالد بن سالم بن ضحية الكعبي. وهكذا غادرنا لائحة الكيلو المتر الأخير في هذه المنافسة الجميلة. دعونا نتابع المقدمة والمركز الأول في هذا التحدي. رازي على مقدمة الشوط ومع البداية الأولى في هذه الانطلاقة يحتل المركز الأول لراشد بن خلفان بن جرش الكتبي على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، ولكن داحس قادم، داحس يتحرك على المركز الثاني لمحمد بن خالد بن سالم بن ضحية الكعبي، ولكن خلاص انحسمت الأمور في هذا الشوط. الفوز مع رازي على المركز الأول، بدأ بالانطلاق، بدأ بالاندفاع نحو المركز الأول، يهاجم المقدمة، يهاجم الصدارة راشد بن خلفان بن جرش الكتبي، من يؤكد حضور رازي على المقدمة وبداية هذا الشوط في هذا الانطلاق المثير مع المركز الأول. سلام يا بن جرش، سلام سلام بن جرش، تهانينا والناموس إلى مالك رازي راشد بن خلفان بن جرش الكتبي على فوزه بالمركز الأول. والنقطة الثانية هنا تتحقق من نصيب هذا الشعار مع هذا الفوز والانتصار بالمركز الأول. المركز الثاني داحس محمد بن خالد بن سالم الضحية الكعبي، وفي المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز ورسال محمد بن مبارك بن سيف الكتبي، وفي المركز الرابع اللي هو مصبوط ليعروف بن صغير بن مرخان الكتبي من وصل في المركز الرابع، وفي المركز الخامس شاهين محمد بن سالم بن سعيد الكتبي في المركز الخامس. توقيت الزمني 7:54 و33 جزءا من الثانية هو التوقيت المتسجل تحت أقدام رازي من قدم هذا العرض المميز في هذا الشوط. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام.